شوف العربية واحدة العربية اللي جه بنتها تتخطب، شوف قالت لبنتها ايه. لو اننا طبقناه في تربية اولادنا وبناتنا كانت الاسر تسعى. قالت لها ايه؟ اي بنية ان النصيحة لو تركت لفضل ادب لتركت لذلك منك، يعني انت كويسة، ولكنها تنبيه للغافل وتزكية للعاقل. أي بنية إنك غدا ستفارقين البيت الذي فيه نشأت والعش الذي فيه دركت إلى بيت لم تألفيه وقرين لم تعرفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا. أي بنية لو أن المرأة استغنت عن الرجل لغنى أبويها وعدم حاجتهما إلى غيرهما لكنت أغنى الناس، ولكن النساء للرجال خلق ولهن خلق الرجال. أي بنية احفظي عني 10 خصال. شوف التربية بقى، تكن لك زخرة أولهما وثانيتهما الاثنين الأولانيين المعاشرة بالقناعة وحسن الطاعة، أما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينيه ولموقع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. أما الخامسة والسادسة فالهدوء عند منامه والتعهد لوقت طعامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالتدبير لماله والإرعاء على حشمه وعياله، وأما التاسعة والعاشرة فأن لا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سرا لم تأمني غدرا، وإن عصيت أمره أو غرت صدرا، والله يخار لك. بالله لو إن دي مثلا كل أم تفضي وتربي بناتها على هذا، إيه اللي يحصل في